دعت سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة أمس الجمعة الطلبة الكويتيين الدارسين في مختلف المدن البريطانية إلى أخذ الحيطة والحذر بعد اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا الجديد في بريطانيا. وشددت السفارة في بيان صحفي على أهمية متابعة الطلبة والذين يبلغ عددهم في بريطانيا ما يقارب 7000 طالب الحالة الصحية في البلاد من خلال البيانات الرسمية الصادرة من الهيئات الطبية المعتمدة في بريطانيا واتباع الإرشادات والنصائح الصحية الصادرة بهذا الشأن. وطلبت السفارة الطلبة والمواطنين الكويتيين المتواجدين في مختلف المدن البريطانية إلى عدم التردد بالاتصال بالسفارة في حال حاجتهم إلى أي مساعدة على القسم القنصلي والذي يعمل على مدار الساعة.